نشكر على هذه الفائدة اللي تعطينا الدولة إعانة من عندهم تستفيد تأمين السكان الريفي. بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا وربي يوفق كل واحد إن شاء الله. كل ما يعطوني 42 مليون وكاين فيه كيخلصون بون هما داخلين باسكو تانفيستي شويه من عندك بور الديماراج باش دير لي بوطو يزيدوا لك 28 مليون على لافان بون كيدير لا بلاتفورم دي بوطو يزيدوا لك يجوا يديروا لك هما باش يسنيو لك يعطيوك دوزيام ترونش دوزيام شيك تاع 28 مليون بور لا دال. واليوم اكدنا في هذه الرمزيه تاع اليوم هو ان ولايه بومرداس توزع 200 اعانه للسكن الريفي لان نؤمن بان الجهه الشرقيه عانت الكثير من في العشريه السوداء وحان الوقت بان نقدم لها الاعانه لعوده سكانها الاصليين الى مناطقهم.